والأفكار الهدامة الناشزة. فما أحوجنا نحن المسلمين ونحن الأمة القرائية إلى التأسي بهذه المبادئ وتلك الأخلاق السامية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقوم أرمى إسلام يرون دعوهم جودا هم لأمي هو وزهو لنا كريم تستانا السلام ولو جمعني وشيك عليه وكاو يوفني وزوتاري كومي فكاري نسوا ستام مهازو زيلي وشيرينا ني يرجون دعوه هرمام جمتكو فوي كوني يكاو نسي هرمام حوشره كم زلحني هو واهي نبي محمد صلى الله عليه وسلم ام جويكوني لون دوا فإذا جمعنا فإن بنفاقهم وتشاءم الخبثاء عن كامل الدين الحنيف أنه في إثره للعالمين رجاء لكن موطنك الذي لم تظن نعم بسم الله با كان امريشيا او منيكسين منا بان ريجاو نو غارون ياو ميكرو ساينو ماكاتي اوري جوري سي ارو غبانيفو ابو غين امريسيدي نمتورا ريشا يا بكر امريشيا او اومانو وهي سالي برنامج يو كوزا متوم محمد صلى الله عليه وسلم نمنسفو ازي سفاي زاي عايزو وخير ما نبدا به حفلتنا هذه القران الكريم مع ابخار الغالي احمد نور الدين عبد الفتاح مع ابخار الغالي احمد نور الدين عبد الفتاح مرحبا بنجي غرجونا ناو الشام أكراز القرآن غرجو زوم اليام بغير مسبب اللي تنغو هليكا وليلي أو ليلي إن شاء الله مرحبا بسم الله الرحمن الرحيم وتيا غبا وداعيا الى الله
له من الله فضلا كبيرا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إنه كان توابا. صدق الله بارك الله لك يا قارئنا ونفعنا الله بالقرآن العظيم. كوزي تنجو جتوف مسلم نرجوه للي نحفل هاتو ينو أو بارا يمهون وهاتو وكدين فضيلة قاضي القضاة الشيخ سيد محمد عثمان يجي ونسن كلمة الوعظ والإرشاد هو مناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. كوزي متكوفو رئيس وأهل بارز لما وكان لكمون tukufu bwana governor Elesuelangazija, watukufu madhamana bana mbali wa daula, mawaziri walewa na wajana, watukufu maulama wa baba wenye amani na salama almuhimu jihad. أيها الحفر الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وتكفوا وانزلوا ومتوم صلى الله عليه وسلم. إكاو يا كوسم القرآن بان حديثا حمتوم صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه
وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. يسمعهم يمتمك يا أيها النبي ومتوب إنا أرسلناك هكذا بها يا محمد شاهدا شاهدي وهو أمه نولمين جبل ومبشرا لوبيها وجو وبشري يوما إبويها ونذيرا وخفيش أواي أمرها وبشر المؤمنين وميوزاري وروا أمين ميزقنا مجرور لأن لهم من الله فضلا كبيرا كوهم يزمو ونا فضل نا ويما نا زليوا نا وتقوف ويما ويا وانداليا ويهنس يا ويهاتزاز أمان كاري وصلي يا واتقوف Yorisa la Mwenyezi Mungu ni kama mtume. Yaje bashiron wa nadhira. Yabushiriwa nure kheri. Nebewa na zerek mazamu Mwenyezi Mungu. Huo ni uamini Mwenyezi Mungu na mtume. Wa nadhira ya risi zowa. Basi ya watu kufuzi. Kabla. Rane jendele na kalima ili nsijoni waza kamashele zizongaya ye rais wa hedaula anika tosa na salamu na udhuri ni mnikeni ni wanwaikoni kangevanu vazimananyi hero hoya abo njajoko njoko katizamba au kayo ahadi nare nga nani kiwa mwana na kuna bila ina apara goda abo agodana watu kuku kakana maa abo kukafula aliduga ondo armaza tizimu ze radio ze televizio haustadiliha na matangazo mahsus ya husiana le siha ya huwa kumona wakitikao gawa uwale jimla uliwa haruma uleme ikawo khasa tanu isawure ngebaamu ya nsi zahatu za ki Afrika na nsi majirani walekao nga mdunga wa haruma ya matangazo ya huwizara le siha Elamna ukawa huja, elamna ukawa andisa ze alama zahabu. Yaho, watu kufu, yuhizara esi, tolimwe daula, walende ze asma zahabu pia, za uhifadho wa Komoro, nyezi mwaja uru pane shari, shahu wale huo inshallah, utiwasilo harumensi ya hatu, heze baraka za nyezi mungu na mtume sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallam. Watukufu wanzani wa mtume sallallahu alaihi wasallam kabati fasiri inji juu ya mtume itoroka mtume weime ngonimizo neema ku Mwenyezi Mungu ya neema shule mengi haneema shule mengi kumpa rihano ya risala ya Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ikaunga silo mzoevu wa hatusi wa Komoro ka mengoni mizo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yari hasiza yari nika yari amrisha lukahiri lukaranze mruhoi Muhammad ibn Abdullahi sallallahu alayhi wa sallam yule meleka Mwenyezi Mungu wae hamfanya rongo haruli haramrisha rizifanya Aukam Mwenyezi Mungu wa subhanahu wa ta'ala wae yende ya bauka
إن الله وملائكته يصلون على النبي. جزم الملائكه وصلي ومتوبة جزم الرات وأمري كيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دمهم صلي ومتوبين من أمين تبوا يا ربي أنرو من صلى علي مرة واحدة حين أمر ينصلي كدون زيما فسم يزمون صلي كدون يشرف يقول السلام إذا أمتم صلى الله عليه وآله وسلم حين أمر ينصلي أمتم صلى الله عليه وسلم يقول علي ويوى زي سؤال زهو أم وهاه وصلي يقول علي ويوازو هرمال قبل الهاي كفلاني حوصلية مهلا فلاني وسيك فلاني أو كي يلي مالكاهم أمر يزم غاليكا يما أميني لهم صلي يمتومي صلى الله عليه وسلم يهو يفصل يقول أجوما ياهو أجوما ياهو يزمشي هاو يزمشي هاو وانزي هاو وانزي ها التاريخ يمتومي كان سينرو زطبي يزمتومي زي كان سينرو زسفزاه زي كان سينرو زبانرو غزباو إلى يومنا هذا atusikwa leo nurilobanu zesu ipasa mtume nisu mtumabamba na kweleziwa ezali didia hindi ezali didia si umma wa hae lourenda lourjilazimisha ne hadika ya heza sikwaza mtume nizetomi ya zahahe no mwendo wa hae nizo ya amrisha nizo ya harasa yode wajibu ya hatu si umma wa mtume sallallahu alaihi wasallam yode maneka hotwe mtume yu wajib wajib يزمي يا يهانسي كم يزمي مرم يوكا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يوانو أمير يزمي نمتعيم يزمي نمتعيم جومي أو كم يزمي يا يهانسي يوكا إكانا منزاو نمرون محمد آية يزمي وقا إن كنتم تحبون الله إكاها كتنين منزاو يزمي فاتبعوني اتمام يا ربي لأمرون بمتومي يحببكم الله يزمو جمزان ويغفر لكم ذنوبكم يرليم سامه لزنزها بعد هذه بعد أمرون بمتومي أو كي نمري على يكام وزم يزمو فسنورون بمتومي صلى الله عليه وسلم يوم حبا ينرابو لما حبا يقولي لا يا لما حبا يقولي لما وزم يزمو يرون بمتومي صلى الله عليه وسلم هرمزي جبزهاي هرمزي أفعالزهاي هرمي معيشيهاي أو كم تومي صلى الله عليه وسلم ولو حياة جملة يقول أنا أدعمه السلام وتقف في السلام يزم سبحانه وتعالى ميقولي ميزا صفانكو يعني هنسزم تومي صلى الله عليه وآله وسلم يملنا هيزو يزم ويكاو تومي أبوكا ربان يزم ولي الليلة فأحسن تربيتي لما لزيان ويرقلي وأدبني فأحسن تعليمي يعني أدبيش يعني لارو لأدبي لانو لما لزيان ويرقلي فاسمين ولما سيفنكو وتقف يزم ويزي سيفن تومي يارولي أمان زهيزو يارولي أرم شريم تعيهيزو السوق وكويل ukweli wa tukufu Yesu mwana mshirike wa kweli Rike wa kweli juu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala limwambie Mwenyezi Mungu kweli Ndiramili ya kweli si warwa wa Mwenyezi Mungu si umma wa Mtume sallallahu alaihi wasallam eka hakika na raza wa Mtume na rabe kweli rike wa kweli أو كم تمهوي وإذا يارح ذلك شامه يا رب يوكا عليكم بالصدق نمكور وقويلي يوم وهام فإن الصدق يهدي إلى البر أو كم قويلي وروا وزمان أدام أو صلح رما جيما نفير وإياكم والكذب نمتحذر لو كور ورابه نحو من رابه إن الكذب يهدي إلى الفجور نرابو زوري زونغو زوانا دموالي هرما الفجور رونغو أم نمرما وميزمو يكرا سيما بنرابو حتى يكتب عند الله
kandara hatajansi wa hosoka mnyezumuka weinde mrumweza zerabo ithibiti hamnyezumuka weinde mrumweza zerabo jaboko ya itaransu amba kweli mpaka yansi wa ithibiti weinde mwana ya damu wa kweli koso ni mamnyezumu subhana wa ta'ala mbawzi siwa baadhi ya madhambi ikama na adami ya ujo ya kwani wahem chumama yu umkini ya manadami ya umkini hafanya dhambi umkini hafanya hausika manadami ya ujo fiyazi laba yumkin chumkini taba mbani shaitan ehi chumkini haya lele ehi chumkini haya hile ama ehi chumkini ya kika shaitan na mhanda kata shirothi nito mwara ehe yeye kwa mbalawo mchumama mbalawo المؤمن كما قال انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله اما بالرب روانكو فجعل ميزي من وقتك يشونيش ولا نعي مكافير انتو اما الرب نو هلا وانو اذن وقتك نمجو سامي شيك امرين روفانيا زي سابو وحرمين سيهات مرمجو هنا وكار Sisi ilo dhambi ikawa lo rahisi kuhatuta rahisi kwa mruso tuhambe nuhu yato mzituwa yato zishahidia yato ndemana mnyezi kuhavaka wataku fitnata la tusiba la tusiba na nadhina valamu khasa na mtawe mafitila ikawa kanato dhuruwe madhualimu basi shahata nani Watukufu harumwe komoro kwa wakati lono kwa uchimrifu haki ibili hamale hero wa gasiani kwa hama ibili richikome rimaruhe ibili richikome rimaruhe haukaini komoro nje harumwa ule mengu mrajina utsoba hatu utsoba kikomoro utsoba kislamu naro ule mengu wanrabo lemenguandabu haina mtu ya nota yaeru ya mea tuziona ya mea tuzishudia ya zifasiri ya rulia zeneze harumu lemengu jimla harumu ikawu kasi na hakika ya hasu sando tuka hamba wango lelena mnajimi na nrabo Habari heri mwezi mungu ande kama mtume ya zifasiriro Haba ukaya Izo La yaftari lkathba Wokwa mbarabo Itsonro waru Mamunafikina Wenza nrabo Wahadazi Wahadahu mwezi mungu Wangalie Kadu mwezi mungu andisu hadaro razi hale Waka mwezi mungu wakati yawe ya mtume Waka waru mamunafikina Waka ukana siza mtume Sallallahu alaihi wasallam Wanda ondaye Mwenyezi Mungu akamwambia Awambiango Idha ja'aka almunafiquna Mwenyezi Mungu akamwambia Idha ja'aka almunafiquna Ikawa nafiki wa ujilia ya Muhammad Watuja wahamie Wahamuka innaka na Rasulullah Wende mtume wa Mwenyezi Mungu hakika Wallahu ya'lamu innaka la Rasul Na baramu mujuka wende mtume Shangu azoba jaho le sokaya Uwongo aminiyo Nangwa renao Nangwa aminiyo kawele mtu Wallahu ya shihalu Jezi mungu shuhudiye wae Inna munafikuna Lakarimuna Wanafikuwa mwana nrabo Yome mwaniweza sifazamu Sifazamu mnafik Nrabo Ok, haina mru islamu mwume watukufu. Ya wewe ujitahidi. Haina mru amini mwezi mungu jalla wa azza. Ya jitahidi ya chawe nrabo. Haukan nrabo bensifati ilmunafikina. Mekoni wazo sifaza mru munafik. Iko mungu thibitisho ka inna ilmunafikina lakadimu. Haukain itakadu aimana humjuna. E imani mabia waloni yon. Wa ilaka uka yombinga wajani ya ibaina ahona. Il y a un jour où 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 il y a un j
إنهم ساء ما كانوا يعملون جمرو غوي وهيس جيمبا زهيم منافقين وكوزا أبقى انسياج أما لهيلي إكاو غاري زمبا زنسوزو سيبيا هرمي مالينغويان يزم غارانزا هرداري نعميشا وهرمي انسياج شاء ريكوسورو وانزيما ريكوسو كويري أبغيري جومبا ميزن سبحانه وتعالى زكويري زمكومو رزيري جي هاو قابل وي إيمان ياهي جو كانسيرو هاو قابل إيمان يمنو منزن رابو إيمان يمنو منزن رابو إكالي مو هدا ومن آدم قابل تاريو وكنزيما وهدا من آدم وهدا وهذا جيني وهذا ينسجو وهذا يهرم لباب وهذا هنا مرزوم هدايا ونرونا ونشوينا كم نجد تاريا جوتشبلون أجاري هدايا يا ربي نابو إما نرسو جمبا بيسن مرد ويدين وصو مور وشو كاتايا ربي بيسن مرد أبنينا بودنزي يهو ونرمو سيحان وحق ونجد وطوف Rabo ne roho ya utoa amani na usalama haruma umma. Rabo ne roho isi saufiti. Ngeri joomba watukufu. Gamjuwao. Ile nsirele la haku. Gamjuwao. Sheitema idzigo. Shada uzozigo. La khatwari. Shaka hanza shila uziwa haudanganya usalama ni amani ya mtu wa sallallahu alaihi wasallam yalinikayo harmensi ya hafu juzi sikai sana mjini sababu ka ege ya wana oche ege leda mzona khatwa lila la uziwa nifani wali istuhibu Evanu jana lijo kama ulila ni tsujiri le uli kema ulili zara mjiri le uli jure vanu Kejato mkinishiha Kejato mkinishiha mustahil Kumru ya jomporo wanache vanu kwa josu Okena mwa sojole vina msamuwa ya hai Okena mwa watu kufu Roba kuhozwa ni mnu Shaina mnu mzimamresi vanu Sena mnu kuhozwa ni msamuwa ya hai Aurele nafsi ya hai Yao, ritawar waila ayamye zimu ya mbauka Wala nabluwanna kumbishayi minal khawfi Wanjua Garjohum na uzani Garjohum na uzani Ikakwe lini wa istilamu Garjohum na uzani ni khawfi Bishayi minal khawfi Garjohum wa ilani khawfi Roda uzo na mtihani Yezimu wa jorfani Kari mwerani khofu, inamrunge mhala, katusu kutendo shungani, katusu kutendo hazini, katusu kutendo mwani, katusu, hauka hili, hena mwere mwana kutoba eba weka na kutoba walani. Shaiye mila khofu. Walchuri mwere ni nanzaya, hauka ita mja khofu, ya wezo nzazito humremani. Hauka kocho fanya hazi, kocho sami lele ya kushambana echi, au ya somu wani hula echi. Au yendo wabiru ya kensa kekatala kile Watu kufu Iloda usoziyo Mugelazima nuruwa wane nilo Mugelazima nuruwa tofogole komoro Wanuwa lawe Haruma hali na hali Wanuwa lawe Haruma amba watu zishuhudia Haruma nureleza maelezo watu ya wona Rika yendawa Rika yo harume haki Yei haki lai Luwania wa usalama wa hensini ni amani ya hensini ikaunro gashibu na hatu engwa unahuwe wakanele gashi engwa unahuwe wakane dhahabu engwa unahuwe eza tisa ungizo unahuwe yeli amani ya hatu engiyo ndava yesiri yangiyo ndava yeli ipi yangiyo ndava hata heza tisa kia za kisilamu za hatu engizo ndava zensizozo tipia zihisa hankoro ok watu kufu sisi Garambao, garishemezao Amania hensi Ikongiyo mifano ni hatu Sena mzima za kwa maana Si wanuro harwani si unge wa maana Amani Watu kufu Ikari wasuli yao Nari wasuli wala mtube ya rambia
أو كم تمنى بوكا حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا إذا كنت أبتا سنة حسابة نفسي قبل أن أسكوا يوجد حسابة واتوا أم يسمى إذا مرات حاسب سكين أمرو أبتا سنة حاسب إذا نتفانيا إذا سامين قبلين أنبزان إذا تسامبا إذا تفانيا مرات حاسبوا نفسي Yeze kheri nazifanyanga eshari nashituma hinri Ndamrwaji hisabu abonga tutunda kwa hinri atutunda baada mrwaji hisabu hayelewa izo ya bisaye mwini anwaza sabe ngo bilina neza hai ekaye mekaye mshe eti bitano kwa hinri rakota sinatu hata sana kwa becho madarona Yeze na funa zitole ya wanada muhimi إلي ما بلانا قروا بنا لا مهيري لكي نمو أجي حساب ياهو لو يمؤمن وكويلي أجي حساب وتقف أشتغل هاو نمتومي صلى الله عليه وسلم شاشتغل ياتو نمتومي ليما حبا ياتو نمتومي ناركي وابن مؤمن وكويلي حقا من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه هرمون وعليم يزم ورمى مبقويلي Basi nari mwambie Mungu kweli, inamrambie Mungu kweli, uharmwe nafsi haya, haina mruambie Mwenyezi Mungu kweli, yajamie kweli, yambie umma kweli, yambie wenaho kweli, yambie mrumshe kweli, yambie mwana kweli, yambie wamji kweli, shaika leo, haina mru. Rodhwamana, ekaro dahoni, ekaro mjini, ekaro bahuni, ufanyozi jitihaniza hezwa sipia, ili hiri, ili ya honsanyeze makri, ya honsanyeze ngabo, za uhadaya uwanduyaisho ye na ho, basi yao amani halala unono. Mungia kwa tukufu, amani kweli, tarambidia ni kweli. Wababa wa tukufu, ekarishalikiana, harmo mjwa ikoni, risharikiana ukakarzo ito munga, ena rumwabe na tuamihambi zilo ikoni, garatore zituwa wengarijo ushinda, sawalela mna mashida mawaho msiri uo, mafanyi mwaza shilu, mazanganyo wanuwanu, mafanyale mishwe hilo, umji unupia wajazi kuambe, haina mungu pashogari wada umango ni hali. Izozo ntipia heza jitali zahani, nezemani zahani, ne ilmu ya hani, zabarindi Chochina na tsanganya hizo watu kufu Ojumo wana hatu angamia hamvinyo na bange Hanazwa Ritsanganya hizo Ritsanganya zemku Ritsanganya zemani Hautaka bati Rihozwano ushababi unu O ushababi unu wenu mwele wenu Ukashababi wa ulewa mvinyo na bange Ya uha ya tuwa hukaza kifu Fi hathi dunia Na khasara yimni na wa akhira Kabange na mvinyo Yonyo mtume sallallahu alayhi wa sallam Yoka Alhamru umu al-khabaih Vinyo woyi Wende mzaze wa hena nubombi Hukamru ay hansizi wada umri hansizi wa mrumshe Yazini naye Ay hansizi wa mrumpreshe hitwa Ay hansizi wa mvinyo yame E mru wala tawa hena lolea taba Beseke di nreba mvinyo Bende kukarabisi Anegemba vinyo hano. Baswa ya mvinyo, zembili sabati hazifanya, hazinine mzadeora, harwa hizora mwakule hizo. Umul khabadis. Yesu mga nabuka, innama alhamd, wal maisir, wal ansar, wal azlam, rikisum mena amali shaitan, fashta libiyo, vinyo, mluka, hena ina ya ulevi, wokshaf, na izutwa biyami, harwaze amali na misiti ya shatwan, fashta libu na mtawe, mrezi. Na mrezi. Izan, na mtimizi, ambauka, haina ufujari ujiriyo, shaminga msukute na mekaya, ekanga mtoka batimanami, asili ulevi. Haina ufujari ujiriyo, asili vinyo, na bange, haukaizo ndio zituwa mwanada mwe angli, zimtowa haruma murwa, zimtowa haruma sheo, zimtowa haruma fikra, ya akili ya hekilibia, ilawa, hafanya rumbo ikawo kazijala zimzifanyiwa. Idhani kwa tukufu, gari wambawa wa baba, wazaze, mafundi, tafadhali rishirikiane, rikozwane nsia hatu,
رئيس البرلمان غوفرنير قال وما هم رسائلية إلى أماني سيسميز رسائلية وأننا تروك نرميزة هينسي نرميزة هينسي نرميزة هينسي أتو وقت باتوتا نبسيسا سنمرالك لبانو الهي واجوكا إلى يلي والله على ما نقول وكيل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهلي وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا وشكرا جزيلا لسيدنا الشيخ قاضي القضاة. هي مكالمة متكف يا منزل سبحانه وتعالى نزيشي فزمت من الأخلاق زاهية ونساء زبانو نزل من جعلية زريفاي إن شاء الله غرجاء هرما فصل يا بيلي يكاون يبني الفصل يا يوسوما زعاتر زمولد حوصيف مطوم محمد صلى الله عليه وسلم يا عطر يا مانور امور المميان كان انغار جونراو حسين جمال الليل هرما انجي تكفو وايكوني جبل كاونغ سيرماي مولدا ابوي يا مهيلي جي هرما امشري امشري وهم ف وهم زلانيو وهي النبي صلى الله عليه وسلم يكيري وهزهم بزونس يا ونجي وسيكوليو المسيح يا ليو فمني يوازاو تاريخي كومي نفوكاري مزي و سبتمبر مهزيزي ليو الشرين رجون داو حرما يبلاس يكاو مسير وجمونغو صلى الله عليه
الخطأ وخطأ. اللهم صل وسلم على منذر من قصة الورد النبوي برودا حسانا عبقريا صلى الله إخدام تحل المسامع بحلا واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم عليه. شكرا جزيلا لكم استاذنا الفاضل. عطر يا بيلي ارجوك ربيسا الدكتور عبد السلام عيسى يجي يا تكليزي لتلفظ يا اهل امتم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبعد فأقوله وسيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاة القصية صلى الله عليه إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحمى حماه ابن مرة ابن كعب ابن الوي ابن غالب ابن فهد واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه كثير وقضى ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى يمزه توي وسونغو زي صبا نو يمزه يمزه وي توجور بريزا توجور بريزا اه كوماندا تاو ياو وهذا سلك نظرت فوق
ومولاه
شكرا جزيلا لكم الأستاذ الخطيب. عطر القيام وزمنا الأستاذ مي بركة سيد فاضل جمال الليل، فليتفضلوا مشكورين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله عليه. ولما تم من حمله شهران على مشهور أكبر المروين توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله. الله
وشوا أنت إكسر
ولد المصطفى وحق المنى سكرتير جنرال وهي غوفرنوما دي موضوع شانبان داسناي هو كاتو نومو نردوغاو يفصل يدوغابان فصل وبرز صلى الله عليه وسلم مع الأستاذ جمال الدين الحسن فليتفضلوا مشهوري اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه
وما ألطف وقعه في القلوب. فتحية إلى مولدك الشريف، وليس هذا بغريب لمن شهده الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين. وما أعظمها من شهادة، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. سيدي يا رسول الله، سيدي يا رسول الله، يا إمام الأنبياء والمرسلين، يا إمام الأنبياء والمرسلين، وقائد الحج وقائد الغر المحجلين، فصلوات الله عليك يا سيدي يا رسول الله. نشكر الأستاذ جمال الدين حسن الأزهري، وأيضا نشكر سيد عمر سيد ياسين على تبركه بصفات النبي صلى الله عليه وسلم. تبجد كف هبانو نرجو وزيبابي برنامج جاهي المولد رنجيه هرما قصيدة وصفية للنبي صلى الله عليه وسلم وزيما نيلشاما لهي أبناء الثقافة، فليتفضلوا مشهورين. بشرى لنا من المنى زال الغنى What the?
شكرا لكم أبناء الثقافة. نشكر يوني أبناء الثقافة هي قصيدة نتكون فين ماري جبيزة حالي سالي أبا سيم نرجو دونغا فصل ومرة مع الأستاذ التفين أحمد صالح يوسف أحمد صالح فليتفضل مشكوري. بر صلى الله عليه وسلم قطبين على أم بعمد الخزام